صديقي وبيك عايز. يا عايش شكرا بفضلك. هاي شكرا. هلا ينسك. هاي رحم وطولة معز. عدد كبير من المقابلات كنت تسمع في الديبا على التعيين على التوقيت على التلفزة على الأمن على برشا حاجات. حابوا نسمعوا أيضا رأي الشارع الرياضي من خلالك معز. تفضل. هاي والله أنا حاسب رأي مرة مشكلة كان في رمضة ما فهمت معناتها ما فهمتش المشكله. ديجا كانت تلعب البطوله المقابلات نتذكر مقابله كوبا افريكا وستات لعبت خمسه ثلاثيه ترجي وميسي معناتها عادي الخمسه. الاشكاليه كان في رمضان بصراحه لا شفت عنها ولا عمليه انتحاريه بصراحه. هي جوله وحيده تلعب في رمضان وفيها دربي العاصمه ترجي لعبت وستات ما يتفرط الواحد منهم. صحيح 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 الحقيقه صحيح تفرط عمليه ترجي وميسي زاد. نعم زاروا ما فيها في مقابلة معناتها بتجي جولة معناتها ثلاثة مقابلات دونك لهنا معناها هي جولة وحيدة معززة تلعب في شهر رمضان المعظم إن شاء الله. دونك أي هي جولة برك معناتها ما تصورش ولا ساعات نشوف معناتها ساعات حويجة كثير في الكرة التونسية معناتها حكاية فارغة معناتها توقيت نتاع مقابلات جولة من جي في شهر رمضان ما تنبح حكاية فارغة معناتها لأنه شوف راهي المطالب معز تقريبا والله من حقك أنه بالحق باش تقول أنه موضوع ربما لو كان جينا احنا في ناس بالحق هي صحيح الكرة التونسية أكبر من صحيح من التوقيت ومن المقابلة في لو كان جينا متفقين احنا الناس الكل على راي واحد يا معز راه والله لا تصير الاشكاليات هذه. انت كنت تسمع ديجا توش حكينا احنا من الموضوع يبقى ما بين الانديه والامن والنقل التلفزي والرابطه وغيره. علاش ما نقعدوش احنا الناس الكل في طاوله ونتفقوا على والمفروض الشيء هذا يصير قبل السيزون ونتعظم الاخطاء لانه بالاجماع معز اللي صاير عم نعاود في رمضان يبقى مثال حي ومازال معنا رمضان راه كي نشوف في الريتروفيزور مش بعيد برشا رمضان عم نعاود ونتفكروا الحقيقه شنو صار في الترجي وشنو صار في المستير معنا هذا لا مش ترجي بستير بركه النادي الافريقي سامحني معز نحكيوا اكثر خاطر عندهم ديبلاسمون نحكي لك حاجه اخرى اخي النادي الافريقي باش ما نقولش معناه سبب كبير جدا خروجه من كاس تونس ضد الاولمبي البيجي اللي كل اللاعبين صايمين والماتش كان مساعتين ولا ثلاثه بالبرونغاسيون كل في الميتون دوزيام ميتون الناس ما عادش تنجم مش تجري الناس ما عادش تتحرك واللاعبين كل صايمين معناها اثر على عديد من النوادي اللي في شامبيونا واللي خرج من كوب من كوب من غير ما نحيو راهو حق الاولمبي البيجي في التاهل. اما نحكي لك انا معناها ثم ناس زاد ماتش كوب سبب كبير من خسارته انهم اللاعبين صايمين هذا اثر. واضح. يعطيك الصحه معاذ شكرا ليك. ناخذ معنا صديقنا نيس النابلي من سوسه. مرحبا يا نيس. اهلا السلام عليكم. شكرا ليك يا نيس. مرحبا تفضل. الله يعطيك خويا يعيشك يعطيك الصحه يا نيس. السلام عليكم. السلام على الدكتور سامح قحبيش. مرحبا يا نيس وحسام وسي فيصل شعبان. تحيه ليك نيس. تحيه من خلالك لكل مستمعينا في سوس. انيس شفت الديبا نحكيوا على المقابلات والتعيينات والاناره ورابطه وامن وغيره. شنو رايك انت في الموضوع هذا؟ تفضل. والله جبرات بتونس خرجت من الدور الاولاني معناتها وكاو مرجعنا ماذا كان وصلنا للفينال معناتها وقتاش نلعبوا في اوت بقيه البطوله في البلاي اوف رانا يانيس الافريقي الكل رجع يلعب المغرب مصر تعداو البريمير تور ورجعوا يلعبوا ما يفهموش هما راهو احنا خير منهم احنا اذكى منهم راهو هما ما يعرفوش هما غالطين راهو احنا صح دي المشكله معناتها وين ماشيين يعني هي الاشكاليه بالحق هاي صحيح الاشكاليه وين ماشيين يعني معناتها توا احنا مثلا ليتوان كي ما رجعتش تلعب في الشامبيون قبل ماتش الترجي ضربت فماش نسق فماش ريتم معناتها الفريق كيف كيف زاد شفنا ان الفريق ماتش كوب دافريك مش كيما تلعب ماتش ويت ميكال كيما تلعب ماتش ويت اوفيسيال لا صحيح علاش علاش يبقى بالحق اشكال كبير الحقيقه معناها غريبه والله غريبه معناتها كنا احنا نفهموا اكثر من الناس الكل ولا ما فهمتش يعني العبيد شنو حابه تعمل في العبيد شنو بالحق معناها فما اشكاليات كبيره راه شوف انت تحكي كما قلت الراحه المطوله وغيره بعد تجيو برشا مقابلات في فتره قصيره حسام بعد تعاود ترتاح مره اخرى وعندك شهر رمضان ومنتخب. شكرا ليك يعطيك الصحه صديقنا نيس النابلي من سوسه. شكرا لك. حبيت كلمه واحده نقول يعطيكم الصحه دي وانا فاهم قلت كلمه الحق في حكايه البوندرول اللي ترفعت في استادراد. احنا في سوسه راهو غنيين كبير الحقيقه. هو موضوع واضح انيس كنا تحدثنا فيه واعطينا معنا الوجه. جست كلمه واحده معناتها نشكر جمهور ليتوال في الماتش اللي تعدى ما صارت حتى رده فعل. برافو.
فما اخونا شعر كعب افلام في اللوج ديريكت طلع الحاكم هبطوا بيت في سبته حد في بوشوش يفرج عليه بوندرو قعدت مهزوزة 20 دقيقة لا مش علينا فيها كيفاش دخلت كل شيء اما قعدت مهزوزة 20 دقيقة الناس كل تتفرج لا من يتفرج علاش واضح هذا دائما نشوف لابد معنا كما قلت انت راهو انيس حكينا فيه الموضوع الحقيقه اثنين وثلاث وخذينا برشا دي ديتاي فيه وفي الاخير معناها المحاسبه ولابد وندوا دائما بمثل لفتات هذيا وان شاء الله ما عادش تكرر في ملعبنا التونسي. هلا ناخذوا معنا صديقنا عثمان. عثمان مرحبا يا عثمان. حاتم الله ينك خويا ومرحبا بيك. ربي فضلك شكرا ليك صديقنا عثمان الهمامي من اريانا. حسام والدوغ والضيف اللي بعديك. شكرا ليك الاستاذ فيصل شعبان تفضل اي. للديوان ما فهم الكل. يعطيك الصحة. هاي عثمان تفضل. والله حبينا الكورة كنا قبل نتنفسوا كورة وايامات حسام ونعملوا جو ونمشيوا للاستاد ونتفرهدوا ونعرفوا الماتشوات وقتاش او كان عندك نهار احد تمشي للاستاد كل نهار احد. تو اخويا ولات فيها محادات ولات الجمعيه هذه على حساب هذه وهذه على حساب هذه ما عادش فما حتى قول للكوره انت تشوف تو الاناره وغيره والمشاكل والرابطه والتعيينات مشكل كبير. نقول لك خويا حاتم تو مثلا الكاف تفرض عليك باش تلعب ثمانية علاش الرابطه ما تفرضش مثلا اوقات اوقات مثلا الاسبيرانس والستاد تفاهموا يحبوا يلعبوا ثمانية لعبوا من ثمانية يعني هي ما تعرف ما تحدثنا فيه قبيلة عثمان شنو قلنا انه الرابطة كي تحدثنا معها الرابطة واخذينا من مصدر من الرابطة الوطنية المحترفة شنو قال؟ قال هو لا يرى مانع في تعيين مقابلة كما قال هو حسب تعبيره حتى نصف الليل ولكن لابد من ترخيص أمني. معناه هو كأنه كل واحد يحمل مسؤولية الآخر ولا يعطي الكرة الآخر. يا حاتم كنا عاملين جو ونمشي ونشيخ ونروح وما فما حد شيء فهمني خاطر احنا عندنا امن خويا ينجم يامن لك 10 استادات مع بعض. كل امن ما ينجمش يامن مقابله قادر الامن قادر نستغربوها الكل نستغربوها فهمني خويا قادر الامن شكرا لك وبارك الله فيكم. نحب بصراحه انا مكشخ ونحب نشكر صادق على خاطر يتكلم على مثلا على الترجي يتكلم غير حتى عقد وحتى واحد ونحب نقول صديقي اللي يتكلم تو من سوسه مرحبا بيه يطيحوا هما التونسيون من سوسه نطيحوا احنا شويه التونسيون من تونس وما فما حد شيء كلهم جمعيه تونس علاش طيح لي ما ينجمش يلبس مريول اللي طوال في تونس ومكشخ ما ينجمش يلبس مريول ولا ربي يهدي ولا ربي يهدي عثمان بالحق خويا احنا كنا تونس وبلاد واحده احنا 12 مليون ما نشنا برشا خويا حد صحيح 90 دقيقة وتمشي على روحها علاش انا نكره الساحلي والساحلي يكره التونسي راهو مش الاسبيرونس بركة حتى الكلوب دخلت في العزة يلقى واحد لابس في سوسة ما تنجم تلبس حتى مريول نتاع جمعية أخرى. إي والله تعرف يا عثمان هو موضوع كبير الحقيقة. أنا علاش قلت لك نشكر الصادق بزيد على خاطر الصادق بالحق نحسه صادق في كلامه ويقول كلمة حق وقت